الموضوع اللي احنا بنتناوله النهارده هو إشكالية مهمة في قانون الإثبات، وهي الوقائع التي يعفى الخصم من إثباتها، أو الفقهاء بيسموها الوقائع التي لا محل لها من الإثبات. في البداية بنوضح إن يشترط في أي وقعة أنا بثبتها أو بلجأ لإثباتها أمام القضاء عشان أثبت حقي ويتحكم لي بطلبي من المحكمة، لازم إن هي تكون متعلقة بالدعوة ومنتجة فيها وجائز إثباتها. طيب، متعلقة بالدعوة يعني الواقعة اللي أنا بطلب إن أنا أثبتها متعلقة بالنزاع اللي مصار قدام القاضي في أوراق الدعوة. ما ينفعش أروح أثبت واقعة خارجة عن النزاع عشان يتحكم لي بطلبي، لا، بثبت الواقعة اللي هي مصار النزاع قدام القاضي. يبقى لازم تكون متعلقة بالدعوة، لازم تكون منتجة فيها. منتجة فيها يعني إثباتها بيؤدي إن يتحكم لي بطلباتي، وعجز عن إثباتها يؤدي إلى إن المحكمة بترفض طلباتي وما بتحكمليش بيها لأن أنا عجزت عن الإثبات. تالت حاجة إن يكون جائز إثباتها، يعني ما يكونش إثباتها مخالف للنظام العام، لازم يكون في شرعية في الإثبات وهي شرعية الدليل. طيب، دي شروط الواقعة محل الإثبات. في وقائع هنا القانون أعفى الخصم من إثباتها رغم إن هي ممكن تكون مطلوبة في النزاع، ممكن يكون إثباتها بيؤدي لإن المدعي يكسب دعواه. هي الحقيقة أكتر من طائفة، هنتناولهم على الوجه الآتي. الطائفة الأولى منها الوقائع التي أقر بها الخصم. العلة هنا في إيه؟ العلة هنا يا جماعة إن النزاع بيقوم على إن المدعي عليه بينكر حق المدعي، والمدعي بيطلب الإثبات عشان الواقعة اللي يثبتها يقدر يحتج بيها على خصمه وبالتالي يتحكم له بطلباته. طيب، إذا كان الواقعة الخصم نفسه المدعي عليه أقر بيها، يبقى إقرار الخصم المدعي عليه ينفي النزاع، ما تبقاش الواقعة مصار نزاع والخصم سلم بيها، ويعتبر الإقرار حجة قاطعة على المقر، ما يبصش ليه إن هو يتنصل منه. يبقى هنا الإقرار يؤدي إلى إعفاء الطرف الثاني ان هو يطلب اثبات الواقعه، لان خصمك خلاص اقر بيها وسلم لك بيها، بقت الواقعه حجه عليه. يبقى نقدر نطلب من المحكمه انها تحكم في ضوء اقرار المدعي عليه في الدعوه. وابرز مثال ليها الاقرار بصحه التوقيع في الدعاوى اللي بتترفع قدام المحاكم الجزئيه. الطائفه الثانيه الوقائع اللي القانون اقام قرينه عليها. اشهر قرينه اللي هي القرينه المنصوص عليها بالماده 101 الاثبات: الأحكام تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينفي أو ينكر هذه الحجية. ده النص الواضح اللي في نص المادة 101 إثبات اللي قالته. يبقى هنا دي قرينة قاطعة، ما يجوز إن أنا أثبت عكسها، ما يجوز إن أنا أطلب من المحاكم أثبت عكسها، وإذا طلبت ما يجوز للمحكمة إنها تخالف القانون وتصرح لي بإثبات شيء يخالف حجية الحكم، لأن الأحكام ليها قوة الأمر المقضي. في قرائن تانية بقى نص عليها القانون، هنضرب أمثلة هنا من القانون المدني، هي قرائن بسيطة. القرينة البسيطة هنا هي المشرع حطها، افترض إن الأمر ده متوفر لصالح الشخص اللي بتنطبق عليه القاعدة القانونية دي، لكن مش بصورة قاطعة، لا، يجوز إن الخصم الثاني يقدم دليل ينفي هذه القرينة. هي الحقيقة أكتر من حاجة موجودين في قانون المدني وفي قوانين تانية متفرقة. يعني عندنا القانون نص ان سداد القسط اذا المستأجر قدم ما يفيد ان هو دافع القسط الاخير من الاجرة، ده يعتبر حجة على المؤجر ان الاقساط اللي قبل القسط الاخير اللي انا في ايدي ايصال بيه او نجحت ان انا اثبت ان انا مسدده تعتبر الاقساط التانية انا مسددها. ليه؟ المؤجر مش هيقبل مني القسط الاخير بتاع شهر اكتوبر 23 اللي احنا فيه دوت اذا كنت انا مديون له ب 4 و5 و6 و7 و8 و9 2023، هياخد من الاخير؟ لا، ياخد اللي قبل كده، ياخد القديم قبل الجديد. فقبول المؤجر للقسط الاخير ده يعتبر قرينه في صالحي، لكن قرينه بسيطه، يجوز المؤجر ان يثبت عكسها ان انا مديون بالاقساط السابقه اللي هي قبل كده. ده مثل قرينه بسيطه لصالح المستاجر، لكن القانون اجاز للمؤجر ان هو يثبت عكسها. عندنا نص المادة 963 مدني في حماية الحيازة: إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة إن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر إنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معينة. الفرد اللي في المادة دي
بنتنازع اكتر من واحد على حيازه شيء او على حيازه حق واحد، وفي واحد منهم هو اللي حايز الحق ده حيازه ماديه ونتنازع معاهم. القانون اعتبره بصفه مؤقته هو اللي ليه الحيازه الماديه، الا اذا ظهر الدليل انه قد حصل على هذه الحيازه بطريقه معينه. يبقى اللي حايز للشيء القانون افترض ان هو الحائز بصفه مؤقته هو الحيازه الماديه، لكن ما حرمش الباقيين اللي بينازعوه ان هم يثبتوا عكس ذلك. نيجي للماده 964، من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس. يبقى هنا المبدا المشهور اللي في القانون المدني ان صاحب الحيازه الماديه هو اللي ليه الحيازه القانونيه، يعني افترض ان اللي وضع ايده على الشيء مش بيحوزه ماديا فقط، لا ده كمان حيازته قانونيه. برضه القانون ادى الحق لخصمه ان يثبت العكس. الماده 965، يعد حسن النيه من يحوز الحق وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطا جسيم. في اخر فقره في الماده بيقول وحسن النيه يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس. يبقى حسن النيه مفترض كمبدا عام، دي قرينه بسيطه زي مثلا قرينه البراءه اللي في القانون الجنائي لو حبينا ان احنا نقرا. لكن هنا حسن النيه رغم انه مفترض دايما لكن ما لم يقم الدليل على العكس، يبقى يجوز للخصم ان هو يثبت ان هنا الحيازه ليست بطريق حسن النيه. عندنا ماده تانية مشهوره وبتصير مشاكل في دعاوى وضع اليد والتقادم المكسب. اذا ماده 971 مدني، اذا ثبت قيام الحيازه في وقت سابق معين وكانت قائمه حالا فان ذلك يقوم قرينه على كما في المده ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الحائز اللي بيطالب اكتساب الملكيه بالتقادم اذا اثبت ان الحيازه كانت قايمه في وقت سابق معين 2000 مثلا و10 وان انا حايز دلوقتي في 2023 يعني بطلب ثبوت الملكيه بالتقادم الطويل المكسب للملكيه، لكن ما قدرتش اثبت قدام المحكمه غير ان انا حايز في 2010 وحايز دلوقتي في 2023 اللي قالت عليه الماده واستعملت اللفظ ان هو ايه؟ وكانت قائمه حالا، يعني الحيازه متحققه دلوقتي. يبقى يفترض ان انت لو اثبت ان انت حايز في 23 حالا الان واثبت ان انت حايز في 2010 يفترض ان المده من 2011 ل 2022 ان دي برضو الحيازه كانت متحققه ليك، لكن دي قرينه بسيطه. يعني يجوز اللي انت بتحتج عليه بالحيازه وطالب ان يتحكم لك بالتقادم المكسب للملكيه في مواجهته انه يثبت العكس، لا ده انت ما كنتش حايز في المده اللي في النص. يبقى هنا دي هتتشال من المده اللي انت بتطالب بثبوت الملكيه بناء عليها. عندنا الحاله الاخيره، الوقائع المعلومه للكفه، الوقائع اللي كل الناس عارفها دي لا محل لاثباتها. بدايه الشهور، بدايه التواريخ، بدايه التقويم، الثوره قامت سنه 52 وانتهى الحكم الملكي وقامت النظام الجمهوري في مصر سنه 52، كل الحاجات الوقائع المعلومه للكفه واللي كل يفترض ان هو يعلم بيها دي لا محل لإثباتها، وقانون برضه لا محل لإثباته، لأن قانون نافذ وساري وافترض علم الكفة بيه فلا محل لإثباته. لو جينا لأحكام محكمة النقض اللي فيها التطبيق لكامل اللي قلناه زي ما اتعودنا، عندنا بالنسبة للإقرار الواقعة اللي بيقرر بيها الخصم يعفى من إثباتها، عندنا محكمة النقض قررت إن حكمت إن الإقرار بالملكية حجة على المقر، شرط صدوره منه عن إرادة غير مشوبة بعيب، عدم احقيته في التنصل مما ورد فيه بمحض ارادته الا بمبرر قانوني مؤداه سريان اثره اللي هو اثر الاقرار فيما بينه وبين المقر له. الطعن رقم 2370 لسنه 61 قاف جلسه 20/2/2001. ده بيوضح ان الاقرار حجه على المقر ولا يجوز له ان هو يتنصل منه. عندنا حلف اليمين الحاسم، دي بيوجهها اللي هو بيعوزه الدليل في الاثبات. اثرها حسم النزاع فيما ثبت عليه، اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي، سقوط حق من وجهها في أي دليل آخر وورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية أثروا وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته، مؤداه الجزء الذي لم ترد عليه يبقى دون حسم، تسري عليه قواعد العامة في الإثبات. الطعن رقم 2651 سنة 63 قاف جلسة 26/11/2000. الطعن ده مهم يا جماعة وفي أكتر من مبدأ هنوضحهم. عندنا إن حلف اليمين الحاسمة كقاعدة عامة أصل إنه بيحسم النزاع كامل.
يبقى شرط ان انت ما توجهها، بنراعي ان احنا تنصب على النزاع كله او على الحق كله، او لو كانوا اكتر من طرف بتنصب اليمين الحاسمه عليهم كلهم. لو اتحلفت على جزء او على من الحق او على طلبات معينه دون البعض الاخر، يبقى هنا ليست حاسمه للنزاع، لان يفضل الجزء الذي لم تتناوله اليمين مسار نزاع، يبقى برضو من حق الخصم الثاني ان هو ينفي، ويجب عليك ان انت تثبته لانه لم يتم حسمه بموجب اليمين. ده اول مبدا الحكم ده حط. حط كمان مبدا ثاني، ان اليمين الحاسمه لو تم وجهها، ودي حاجه معروفه تعتبر بتدل ان الخصم اللي وجهها يعوز الدليل وبيحتكم لذمه خصمه. الحاجه الثالثه اللي في الحكم ده، ان اذا كان الحق واضح او ان الدعوه غير مكتمله وباين ان اليمين لن تحسم النزاع هنا، ليس من شأنها حسمه، يبقى هنا المحكمه بترفض توجيهها. عندنا قاعده ثانيه في حكم نقض تعرض لها، اللي هي برضو تعتبر ترديد للحاله اللي احنا قلناها، ان هي وجود قرينه قاطعه اللي هي مسؤوليه حارس البناء. مسؤوليه حارس البناء او المسؤوليه الشيئيه او حارس الاشياء عامه، دي بيفترض فيها الخطا. يعني الخطا هنا فيه قرينه قاطعه، ما برفع الدعوه هنا بناء على المسؤوليه الشيئيه ما بثبتش زي المسؤوليه الشخصيه، خطا والضرر والسببيه لا، خطا مفترض بثبت الضرر وبثبت رابطه السببيه ما بين الضرر اللي اصابني وما بين الخطا، وان لولا الخطا ما كان اصابني الضرر. حتى نلاحظ ده في صيغه الاحكام اللي بتحيل للتحقيق في دعاوى المسؤوليه الشيئيه، بتقول ايه؟ ليثبت الضرر ورابطه السببيه ما بين الخطا اللي هو مفترض في مواجهه المدعى عليه وما بين الضرر اللي اصاب المدعي، وبتصرح المحكمه في الحكم للمدعى عليه ان ينفي الضرر وينفي رابطه السببيه، او ان الخطا اللي هو مفترض في مواجهته وقع بسبب اجنبي ليس له دخل فيه. حكم النقض هنا قال ايه؟ مفاد نص الماده 177 على واحد الفقره الاولى من القانون المدني، ان مسؤوليه حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كليا او جزئيا تقوم على خطا مفترض في جانب الحارس باهماله صيانه هذا البناء او تجديده او اصلاحه، وهو خطا لا يقبل اثبات العكس، وان كانت المسؤوليه تنتفي بنفي علاقه السببيه زي ما احنا لسه قايلين بين هذا الخطا المفترض وبين الضرر، باثبات ان وقوع التهدم ولو كان جزئيا لا يرجع الى اهمال في الصيانه او قدم في البناء او في عفي، وانما يرجع الى قوه القهر او خطا الغير او خطا المضرور نفسه. فكر رقم 3 من الطعن 2348 لسنه 53 كوف جلسه 20/2/86 مجموعه المكتب الفني السنه 37 رقم الصفحه 241. نتمنى ان نكون وضحنا الاشكاليه الهامه دي. وفي نقطه اخيره نحب برضو ان احنا نوضحها، ان بلاش ان احنا الحس الخطا ده موجود مع محامين كتير من زماننا، بلاش ان يكون القانون حط قرينه لصالحي وان انا مش مكلف باثبات شيء وتطوع لاثباته. ان تطوعك لاثبات شيء القانون ما رماش عليك عيب اثباته، يبقى اخفاقك في اثباته هيتاخد ضدك. فبلاش ان احنا نتطوع لاثبات شيء احنا غير مكلفين به. نراعي القاعده العامه، عيب الاثبات دايما على المدعي، ما تطوعش لاثبات شيء انا غير مكلف به.